السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى في قناة عبد سبور. والله غير كنت حنرقد خاوتي. على كل حال مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. كنت حنرقد صدقوني. بابات جواد صايود صايود السباح الجزائري. السباح الجزائري فضيحة. شكون سلكو؟ شكون سلكو؟ شكون نقولوا؟ المرطو كيجي من الفوق اخي تفرع. صدقوني غير بعد برقية ودي فاكس الرئيس تبون، رئيس الدولة الجزائرية عبد المجيد تبون، هو اللي حلوا المشكل في الأخير. صدقوني غير هو. تابعوا معنا الفيديو ومدى بيكم ديروا لايك وبارطاجيو هذا الفيديو. الله يخليكم، تابعوا للآخر، شوفوا باباه واش تكلم، شوفوا الحقرة كي يكون بابات فايق، شوفوا كيفاش ما يتحقرش الجزائري. تابعوا معنا الفيديو. واش دار؟ قال أربعة إذن كات نجار اللي هي مليح، سحنون، أرجون، جواد، بعثوا دي سوم نوميناتيف تاع هذا تاع فلان، ثلاثة هزوهم أسجور والله ما قسم بداش دراهم ولا مادة فرانك حقه. والحمد لله أورو ميرسي البريزيدون دو لا ريبوبليك نزا كوتي باسكو بعثنا له دي ميساج دي فاكس دي فاكس. الحمد لله سمعنا وهضر معاهم بيرسون. اسمع لينا جواد ماتنو افيك لي زاد اللي راهي وجدها من الرئيس مشكور عليها، لو مينيستر اون بيرسون الى انترفينو بور كو جواد بارتيسيب هنا. على بالكم واش دارولو؟ اخر حاجه اون افي دي زونجاجمون تاع لي كورس تاع جواد كوم لي برومي هو اللي خير عنده 3 سي كورس خير لي كورس تاعو اسون انسيو بدلولو لي كورس نو بريكوسيون باش جواد يروح للشامبيون دي موند للشامبيون دي لليابون. خلينا هذه حكايه دوزيام، ما تسمعش. شفتوا الحكايه الاولى؟ امنتوا يا شعب يا جزائري، القزول كيجي من الفوق تفرى. عطاو لثلاثه دراهمهم، هو ما طاولوش دراهمه. لكن لما باباه ربي يطول في عمره الحق الوسيط الجمهوريه، موسيط الجمهوريه للرئيس، قال لك اهدر معاه الرئيس عبد المجيد تبون، تكلم معاه جواد، تكلم معاه هاتفيا، وش بيك وش خصك؟ دوك هنا الرئيس يبدا يعرف، هو على باله على كل حال بالفساد. هنا من هذه ان شاء الله تنطلق المارطو، يبدا الخبيط من فوق. وزيدوا سمعوا باباه واش دار مع الاتحاديه الجزائريه للسباحه. اسمعوا مليح واش دار باباه. نستعرض به، هذا راجل، هذا نستعرض به. شوفوا واش دار مع وليده كي شاف الاتحاديه فاسده. تابعوا الفيديو. لو 11 جويي سيتي بريفي لو 5 جويي كي عادوا لي جوبان عرب، قلنا يخلص لو 11 وهذا يا دي زيكري، قلنا يروح لو 11 جويي. اسجور والله ما يسعى الفيزا، اسجور والله ما يسعى الفيزا، والله ما شرا له بي. واش داروا له؟ داروا له بواسون دافريل، بعثوه لو 27 لا فيت على رمضان حتى العيد، قالوا له اروح عندك رونديفو في لومباساد دو جابون باه دير الفيزا نتاعك. سمعوا مليح، كوم على بالكم، بعثوا له غير لو 24 لا فيت على العيد، الناس الكل تروح عند والديها اي سيرتو دون لو سونس الجي كونستانتين لي زافيون كامل كومبلي 600 كيلو. واش درنا؟ اون لي بيان تاكسي راح. مالوروزمون سيتي بريفي مشى 4 تاع الصباح، سيتي بريفي يوصل على 10 لومباساد تاع جابون. خوتي هاد السباح هذايا نورمالمون يروح في الطياره ويجي في الطياره، رايح في الطريق، شوفوا وصرا في الطريق. زيدوا سمعوا، صرات اكسيدون في جباحيه 3 زور دو روتار، وصل على 1:30 ما كان حتى واحد، اوكي نيميرو دو كونتاكت. اي سي بريزونتي لومباساد اون لي فوتو لاجون داكوي استقبلوه مليح، لي جابوني استقبلوه فريمون مليح. لي جابوني استقبلوهم، قالوا عطينا الدوسي، لا في با دوسي لا فيدراسيون قالت له جيب ست تصاور والباسبور تاعك. قال له هاو الدوسي كومبلي لازم تجيبو يا سوجور. اون ليزا رولونسي وقلنا لهم باللي جينا مالغري الطريق كانت سيتي فريمون دونجورو تفواياجي لا فاي تاع العيد. خوتي انا اللي عجبتني هادي زيدوا سمعوا هادي، ربي يستركم. اسمعوا هادي واش دار باباه الراجل هذا، واش دار لوليده؟ شتو تمسخير تاع الفيدراليات والفساد والبيروقراطيه تاع الاوراق، وجيب يعيولك مخك، الناس كاع راهي طير راهي طق طق، تروح اسمك يروح، تصورك يروحوا. تابعوا باباه واش دار في الاخير، تابعوا باباه واش دار. اسون انسيو
بدلوا لي كورس. انتم ثم ما حبيتوا المعرفة تهم بهيك الصراحة بدلوا لي كورس بلا ما يقولوا له. الحمد لله لو مينيستر ان بيرسون الى انترفيني على 11 دي سوار وعرف المشكل. maintenant الحمد لله جواد il ne fait pas partie من لا فيدراسيون. الدولة والحكومة رجعتو للكوميتي اولمبيك الحمد لله. با 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 شوفوا الفساد كيفاش المينيس المينيس اون بيرسون كي هذا ضرب والمينيس كي جا كيسمع باللي هضر مع الرئيس عبد المجيد تبون التملي المينيس هذا نحاوة من الاتحاديه ما ولاش تابع ليها هذا الجان هذا يا جواد سي بون. الاتحاديه الجزائريه للسباحه داروهم على كوميتي اولمبيك خلاص هي اللي تتهلا فيه وهي اللي تعود تديه وتجيبه وتعطي له دراهمه وكذا وكاع وكلش. الاتحاديه نحا باباه نحاه من الاتحاد الوزير سما بالضغط من رئيس الدوله الوزير نحاه من الاتحاديه. بصح انا نقول حاجه لهذا الوزير قبل ما تنحيه من الاتحاديه وترجعوا لا كوميتي اولمبيك علاش ما حاسبتوش الاتحاديه؟ علاش ما حاسبتوش الاتحاديه؟ لازم هي اللي تتحاسب. علاش هاد الجان تابع لا فيدراسيون الجيريان تاع السباحه؟ علاش نحيتوه هو وجبتوه لا كوميتي اولمبيك وما باش هي اللي تهلا فيه والفساد تاع الاتحاديه اللي على بالكم به ما نحيتوش. لكن على بالي بعد ما تبون لحقوا هاد الجان وهضر معاه يكونوا هضروا بزاف حوايج ودوك هذه هي اللي كنت نستنى فيها ان شاء الله تزيد الدور كاع في الرياضات خاصه كره القدم. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. عبد المجيد تبون او عنده كاع الاخبار على كل حال دوك استراتيجيات دوك يديروا في لي استراتيجي باش كيفاش يحط ينحوا هذا الفساد. صدقوني شفاو على هذا الفيديو الا قعد واحد من هاد الوجوه اللي راكم تشوفوا فيهم اللي يهضر على الاتحاديه تاع الفوتبول كره القدم ليفضل ابراهيم الا قعد واحد تشوفوهم كيفاش يهربوا كيفاش يقلعوا دوكا كيبدا الحساب من عند الرئيس من الفوق. صدقوني غير بنادم ما يريح غير يبداو كاع يديروا لا ديميسيون لا روتريت لا ديميسيون لا روتريت لا ديميسيون لا روتريت. لكن على بالي باللي الدوله قبل ما تخرج والفتنه عبسه قبل ما تخرج ارواح نحاسبك ارواح نحاسبك ومن بعد روح دير لا روتريت ديالك. ما درت والو تديها درت تخلص لا روتريت ديالك هاك تعرف نجوزها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. فرحني بابات هاد الطفل قافز لو كان كاع الوالدين اللي عندهم ولادهم يلعبوا كرة قدم او سباحة او كرة سلة كرة طائرة جيدو بوكس شطرنج تاع السيوفة هاديك مانيش عارف كاع كاع الرياضات كاع كاع العدائين اللي عنده وليده هو اللي يوقف معاه ما يستناش اتحادية جزائرية توقف معاه لانه الاتحادية الجزائرية في كل رياضاتها ما دلك والو تسلتك سلتك سلتك ترجعك يطير قيوق وغير المشاكل غير الكوارط والمشاكل ما خلصوش سيد ما خلصوش ما خلصوش ما خلصوش ما طاولوش دراهم وعرقوا عطاو له ثلاثه هو ما طاولوش تو يستنجد برايس تبون مزيان الرئيس تاعنا سمع يسمع الرياضيين قلت لكم البارح باللي يحب الرياضه ويحب كره القدم ويحب كاع الرياضات. راكم تشوفوا هاد الجان هذا لو قدامكم هضر معاه عبد المجيد تبون وعبد المجيد تبون بعت رسالة ولا عيط للوزير الشبيبة والرياضة وزير فوالا وزير الشبيبة والرياضة هو اللي ضغط على الاتحادية والاتحادية سيرمون تقول له كذا كذا يبان حول بيرسون منا حطوه في لا كوميتي اولمبيك هي اللي تولي تتكلف به والاتحادية الفاسدة ان شاء الله تتحاسب بإذن الله بإذن الله. ونتمنى اليوتيوبر ما تتبعوش غير البالون ما تبعوش غير البالون اتحاديه وزفيزف هادوك يفريها معاهم تعرف يفريها معاهم تبون مام هادو خلاص مام هادو نتبعوهم نتبع البالون نتبع السباحه نتبع رمي الجله نتبعهم كاع وين كاين الفساد لازم ندينونسيو حتى يتنحى حتى يتنحى ان شاء الله يا ربي. انا فرحت انا عجبني باباه ما شاء الله عليه يعرف يهضر مثقف كيفاش لحق للرئيس عبد المجيد تبون هضر مع وليدو هضر معاه وفرالو الشغل وإن شاء الله إن شاء الله الفساد هذا يتنحى في كل ميادين في كل ميادين. نقول لكم بارك الله فيكم تابعونا في قناة عبدو سبور شكرا على متابعتكم لنا سلام.